لقب بأسد فلسطين. خطاباته المدوية جسدت رمزية المقاومة وأوضحت نهجها وطريقها. الطريق الوحيد هو طريق الرشاش، هذا هو الطريق، هذا هو الطريق. كلماته عرفت لغة حواره الخاصة مع الاحتلال الإسرائيلي. فعدوكم أيها الإخوة الأفاضل لا يفهم إلا لغة واحدة، هي لغة الحراب، هي لغة الجهاد، هي لغة السلاح. إن 2000 قذيفة من كلام لا تساوي قذيفة من حديد. طبيب الأطفال الذي عرفه الفلسطينيون سياسيا بلا سقف وعسكريا بلا رتبة وخطيبا مفوها بلا عمامة. الطبيب المقاوم عبد العزيز الرنتيسي. ولد عبد العزيز علي عبد الحفيظ الرنتيسي في 23 من أكتوبر عام 1947 في قرية يبنى الواقعة بين عسقلان ويافا، وتنحدر عائلته من قرية رنتيس شمال غربي رام الله. نزحت عائلة الرنتيسي إلى غزة واتخذت خان يونس مستقراً لها، وهناك درس في مدارس أونروا. عانى في طفولته وشبابه آثار النكبة وعاش حياة فقيرة في المخيمات. وعندما أراد أخوه أن يذهب حافي القدمين قالت له أمه، قالت لعبد العزيز، قالت لو تعطي حذاءك لأخيك حتى يذهب به إلى مصر، وبعدين رب العالمين يمكن أن يفيء عليك بحذاء آخر. فقدم له الحذاء وأصبح حافي القدمين. رغم حياة الفقر والمكابدة لمع الرنتيسي في دراسته وتفوق على زملائه، ما أهله للحصول على منحة دراسية في مصر. كنت من الطلبة المتفوقين حتى يعني في مادة الرياضيات بالذات، كنت عبارة عن مرجعية حتى للأستاذ. عام 1971 تخرج طبيبا في جامعة الإسكندرية، ومع عودته من مصر إلى غزة بدأ الرنتيسي يتحسس طريق تأسيس تنظيم يعبر عن أفكاره ومعتقداته. وعدت طبعا، وكان يعني لي حرقة على الوضع الفلسطيني، وأريد يعني فعلا تنظيم إسلامي قوي. كان عدد الإخوان المسلمين في خان يونس يعد على الأصابع. التحق بجماعة الإخوان المسلمين لفترة، ثم خط اسمه بين المؤسسين 7 الذين اجتمعوا في منزل الشيخ أحمد ياسين يوم 9 من ديسمبر كانون الأول عام 1987، وأطلقوا حركة المقاومة الإسلامية حماس التي برزت على الساحة الفلسطينية مع بداية الانتفاضة الشعبية. يا شباب فلسطين، آن لكم أن تدركوا أن الطريق الوحيد الذي يمكن أن نرفع به هاماتنا وأن نحقق به أهدافنا وأن نصل به إلى غاياتنا هو طريق البندقية. كان الرنتيسي أول قياديا في حماس يعتقل بتاريخ 15 من يناير عام 1988، وتعددت عمليات اعتقاله من سلطات الاحتلال أكثر من مرة، ولبث في السجن ما مجموعه 9 سنوات، كما تعرض لخمس محاولات اغتيال من الاحتلال. This is the real terror which should be condemned from all the world. وفي 17 من ديسمبر عام 1992 أبعد مع 416 من نشطاء وكوادر حركتي حماس والجهاد الإسلامي إلى مرج الزهور في جنوب لبنان، حيث برز بوصفه ناطقا رسميا باسم المبعدين وقاد الحراك إلى كسر قرار الإبعاد والعودة إلى الوطن. نحب أن نؤكد أننا أخرجنا دفعة واحدة ويجب أن نعود جملة واحدة. ومع عودته إلى غزة لازم الرنتيسي الشيخ أحمد ياسين وعمل معه على إعادة تنظيم صفوف حماس، وأصبح المتحدث الرسمي باسم الحركة والقائد السياسي لها في قطاع غزة. يقول لبوش وشارون المؤامرة التي تدبر في واشنطن ونيويورك وفي 22 من مارس آذار عام 2004 اغتالت إسرائيل مؤسس حماس الشيخ أحمد ياسين، ليبايع بعد يومين عبد العزيز الرنتيسي قائدا للحركة في القطاع. دعني أقول بوضوح، اغتيال الشيخ أحمد ياسين انتصار للمقاومة، ولولا أن هذا الرجل العظيم كان يعني يشكل خطرا على هذا الكيان المغتصب لما اغتالوه.
ولم يمر شهر على اغتيال الشيخ ياسين حتى استهدف الاحتلال مساء 17 أبريل عام 2004 سيارة عبد العزيز الرنتيسي بصاروخ أطلق من طائرة أباتشي مما أدى إلى استشهاده. We are all waiting for the last day of our life. Nothing will be changed if it is by Apache or by cardiac arrest. I prefer to be by Apache.